سأل رجل أبا عبد الله الطبري عن الحكمة في خلق الله تعالى للحية والعقرب والأسد على ما فيهما من الضرر، فقال أبو عبد الله: حدثني أيها الرجل، مس كم لسعتك عقرب أو لدغتك حية أو افترسك أسد؟ قال: ما أذكر. قال: فمتى عهدك بمن عابك واغتابك وسبك وكتم محاسنك ونشر إساءتك وسعى في هلاكك وعزم على تلفك وبذل على فنائك وسهر في عطبك؟ فقال: أقرب عهد. قال: فإن كنت عرفت الحكمة هناك فسقها إلى مسألتك، وإن كنت جهلتها هناك وسلمتها لخالقك فاجهلها هنا وسلم لخالقك. ثم أقبل على السائل فقال له: الدين النصيحة، إياك أن تقول فيما بث الله تعالى في العالم وخزنه في هذا الفلك وطواه من هذا الخلق لما وكيف، فإنك توكل فيه إلى نفسك وتعجز عن حقيقة ما استأثر به العالم بك. فسكت الرجل.